ازيكم يا شباب؟ ده فيديو سريع اوضح لكم التاسك بتاعنا الاول هيكون عامل ازاي. هو التاسك هيكون بسيط مفيهوش مشكلة، بس محتاج منك شوية شغل. بعد ما تتفرج على المحاضرة التانية بالظبط هتقدر تعمل التاسك. كل اللي محتاجه منك ان انا هديك الفايل اللي هو الكولادا فايل، وانت هتبدأ تدخله على اللوميون عادي. هتدخله على الماب بتاعة الماونتن رينج اللي هي دي. بعدها بعد ما تدخله وتحطه وتظبط تظبط مكانه بالظبط يبقى فين وكده، لان هيكون نازل، فانت بقى تظبط زي ما احنا قلنا انك بتعمل له سيلكت وتحركه وكده. بعد ما تظبط مكانه كل اللي عايزك تعمله ان انت تفرش لي الانتيرير دوت. ده المفروض عبارة عن ريسبشن، قصدي ده عبارة عن كيتشن ودايننج، فأنا عايزك تفرش لي الانتيرير دوت ككيتشن ودايننج. براحتك بقى، شوف انت عايز تفرشه من المكتبة اللي جوه اللوميون او المكتبة اللي بره اللوميون. بس لو انت هتفرش اللي جوه، يعني انا عايزك تفرش لي حاجتين، تفرش لي جوه الانتيرير دوت وتفرش لي بره كراسي كده وقاعدة. فلو انت هتفرش اللي جوه من الاوبجكتس اللي جوه اللوميون زي الحاجات اللي احنا قلناها امبارح، فيبقى انا عايزك تفرش لي الحاجات اللي بره دي من مكتبه من بره اللوميون بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، ان انت بتجيب ملفات بتاعت سكتش اب او كده وتبدا تدخلها. طيب لو انت هتفرش اللي بره باوبجكتس من جوه اللوميون يبقى هتعمل العكس جوه. انا عايزك لما تيجي تفرش جوه، يا تفرش كله جوه اوبجكتس من جوه اللوميون يا اوبجكتس من بره اللوميون، لكن ما تنوعليش. يعني انت هتفرش العناصر اللي جوه كلها يا من جوه اللوميون يا من بره اللوميون، وبره هتعمل العكس. وعايزك تحط لي شوية شجر حوالين الفيلا ديت، وتحط لي بيبول بقى. شوف بقى انت عايز تحط بيبول جوه هنا، عايز تحط بيبول بره مع الناس اللي قاعدة مثلا، عايز تعمل قاعدة وتقعد البيبول، فا it's up to you برضو. وده المفروض التاسك. اما بقى اللي عايز يكمل بقى فهو براحته، ممكن يفرش اللي فوق برضو ويفرش اللي هنا، فده يبقى اجتهاد منه ويبقى شكرا جدا يعني. بس هو التاسك بسيط زي ما بقول لكم، ان انتوا هتدخلوا اللوم ملف الكلادا فايل اللي احنا قلناها بالطريقه اللي احنا قلناها، وتبداوا تعملوا كاتيجوري فايل باسم بروجكت وتحطوه لي فيه، وبعدها تحطوا الفيلا بتاعتكو وتبداوا تفرشوا بره زي ما قلنا بعناصر من بره اللومين او من جوه اللومين، وجوه تعمل العكس وتبدا تحط لي شويه شجر وتحط لي شويه بيبول. بس لما تفرش بقى ابدا غير لي بقى مثلا في الالوان، مش عارف ايه، جرب بقى الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديو. يعني هو التاسك بسيط بس محتاج منكم شويه مجهود في الاول اللي لسه هيبتدي يشتغل على اللومين. يعني هرفع لكم دلوقتي الفايل بتاع الكولادا فايل، هبعته لكم، وهستوب ريكورد دلوقتي للفيديو ده وهبعت لكم الريكورد بحيث ان انتوا تكونوا عارفين التاسك بتاعنا هيكون عبارة عن ايه. وشكرا.